نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه ألقى القبض على أعضاء فيما وصفها بجماعة إجرامية منظمة تضم مسؤولين في وزارة الاقتصاد بالبلاد. تنضم إلينا الآن من موسكو مراسلتنا ريج محمد. ريج أهلا بك معنا. يبدو بأن هناك تطورات كثيرة، لربما حتى على الصعيد إحباط هجوم في منطقة سمارة الروسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نتابع معك أيضا سير التحقيقات في هذا الهجوم الدامي على كروكوس سيتي. نعم داليا، في الحقيقة خلال الأيام الثلاثة الماضية بالتزامن أو بعدما حدث هجوم كروكوس يوم مساء يوم الجمعة الماضي، طبعا كان هناك ارتفاع ملحوظ في وتيرة التهديدات أمكن وصفها كذلك الإرهابية التي تتلقاها أجهزة إنفاذ القانون الروسية بدءا من الشرطة ووصولا إلى الأجهزة الأمنية. هناك طبعا حالة من الاستنفار يمكن وصفها، يعني حالة يمكن وصفها بالأقل أقرب إلى الاستنفار إن أمكن طبعا الحديث عن ذلك فيما يتعلق بهذه الهواجس وهذه التهديدات. طبعا وفي إطار على ما يبدو هذه التهديدات وتصاعدها يتم إحباط عملية إرهابية يعلن عنها جهاز الأمن الفيدرالي منذ قليل في منطقة سمارة، بالفعل في منطقة لتوزيع المساعدات كما يقول، في مركز لتوزيع المساعدات، حيث كانت مجموعة روسية ممن يدعون أو يسمون أنفسهم بالقوميين الروس الموالين لأوكرانيا، وأحد عناصر هذه المجموعة كان يحاول تفجير نفسه طبعا في هذا المركز، لكن طبعا عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكنوا من إلقاء القبض عليه قبل تنفيذه لهذا العمل في المكان المذكور. بالتوازي مع ذلك طبعا هناك تشديد للإجراءات الأمنية في عموم البلاد بدءا بالعاصمة الروسية موسكو. لا يجري الحديث كثيرا في حيثيات هذه التشديدات، تتحدث الأجهزة المختصة بعمومياتها، طبعا تتحدث عن تشديدها في وسائل النقل، في أماكن التجمعات، في المراكز التجارية والتسوق، وأيضا صوب المطارات والمراكز الحيوية حيث هناك تجمعات كبيرة للناس، وصولا حتى إلى المستشفيات داليا. فيما يتعلق بسير التحقيق في الهجوم نفسه، طبعا هناك تواتر مستمر لأعداد من يتم ليس فقط توقيفهم فقط وإنما حبسهم أيضا على ذمة التحقيق. طبعا نتذكر أن الأعداد التي أحصتها لجنة التحقيقات الروسية وتحدث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالموضوع كان العدد 11 شخصا، بينهم 4 من مرتكبي هذه العملية الفعليين، والذي الذين تم توجيه تهمة الإرهاب لكل منهم من قبل محكمة باسماني في العاصمة الروسية موسكو، وتم حبسهم فعليا منذ يوم أمس طبعا على ذمة التحقيق لشهرين تقريبا حتى 22 من مايو أيار المقبل، وذلك حتى استكمال كافة الحيثيات المتعلقة بنسبة ارتباط كل واحد منهم بهذه العملية الإجرامية. أيضا هناك كان توقيف خلال الساعات الماضية لثلاثة آخرين كانوا قد أجروا سيارة رينو البيضاء المعروفة والتي هرب عبرها الأربع منفذي الهجوم إلى منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا، وهناك خلال الساعات أو الساعة الأخيرة أيضا توقيف لمشتبه ثامن طبعا أيضا ممن كان قام بإيجار الشقة في منطقة كرسناغورسك لهؤلاء الأربعة الذين نفذوا الهجوم. نعم داليا. نعم شكرا لك يا مراسلتنا ريج محمد، كنت معنا من موسكو.